القناة الإعلامية للبنت السورية هي الأفضل دائما. اغتالت مجموعة إرهابية مسلحة اليوم المدرس ماجد البكور من أهالي بلدة الجانودية التابعة لمنطقة جسر الشغور في محافظة إدلب أثناء توجهه إلى دوامه في إحدى مدارس بلدة القنية. وفي سياق متصل ذكر مراسل الدنيا أن مجموعة إرهابية أخرى أقدمت على قتل 2 من المواطنين على الطريق الواصل بين قرية أذار والجانودية. وكان مراسل الدنيا في إدلب قد أفاد بأنه تم العثور على 3 جثث في قرية الجانودية وعليها أثار رصاص المسلحين. وفي درعا عناصر الأدلة الجنائية التابعة لفرع الأمن الجنائي في المحافظة تتمكن من تفكيك عبوة ناسفة مزدوجة وضعت أمام أحد المحال التجارية ضمن شارع هنانو بالقرب من ساحة القصر العدلي في المركز التجاري للمدينة. وأوضحت مصادر في قيادة شرطة المحافظة لمراسل تلفزيون الدنيا أن العبوة مؤلفة من قطعتين معدنيتين مصنعتين يدويا تزنان 6 كيلوغرامات تقريبا محشوتين بمواد شديدة الانفجارات. وكانت العبوة أيضا مزودة بجهاز تحكم عن بعد وصاعق وصفائح حديدية وأنابيب معدنية. من جهة ثانية أفاد المراسل أن عبوة ناسفة أخرى انفجرت مساء أمس في محيط الكراج الغربي للمدينة ما أدى لتضرر أحد الميكروباصات ولم تقع أي إصابات بين المواطنين. من جانب ثان قالت مراسلة تلفزيون الدنيا في حمص أن مسلحين أطلقوا النار على دورية لعناصر حفظ النظام في منطقة الغجر في تلبيسه ما أسفر عن استشهاد رقيب وجرح آخرين من عناصر الدورية. كما أن مسلحين استهدفوا سيارة في دوار البياضة ما تسبب باستشهاد قاض واثنين من أفراد عائلته. هذا وقد التقى تلفزيون الدنيا عددا من الجرحى الذين أصيبوا في مناطق متفرقة من حمص بنيران مسلحين. كنت مسوي عربي أمان الله أول ما أجع المفرق لسه خطط أول مفرق قذفوني قذيفة أر بي جي هو كنت سايق نعمة أكلتها غير بوز العربي طلعت تاري طرف سمعت السياح واحد عن السياح تاعو خدوني تاخدوني فتفاجأت منه زميلي عمار هون متصاب ضاربينهم قاذف ار بي جي فاسعفنا فمشينا قدام شفنا مسلحين اشتبكنا نحن وياهم بلش يقوس علي بعد انا صرت ورا عمود كهرباء سحبت حالي لبين ما اني صير اطلع انا الدخلي طلعت اسعفوني الشباب وصلنا عند معمل البطانيات ما عاد صار طلقنا علينا كذيب من مقابل المعمل كان في جماعه مسلحه متخبين هنيك وصار يطلقوا النار علينا من جميع الجهات أنا أصبت وصاب معي 5 واثنين استشهدوا. بأكاليل الورد والغار وعلى وقع موسيقى لحني الشهيد ووداعه شيعت من مستشفيات تشرين وحمص العسكريين والمستشفى الوطني بالقامشلي جثامين 5 شهداء من الجيش والقوى الأمنية قضوا برصاص المجموعات الإرهابية المسلحة في حمص ودرعا وإدلب وريف دمشق إلى مثاويهم الأخيرة في حمص واللاذقية والحسكة. وشهداءهم الملازم مهند محمود شباكي من حمص، المساعد أول سليمان بهاء أحمد من حمص، المساعد أول لورانس منير جورية من اللاذقية، المجند حسين محمد يوسف من الحسكة، كما تم تشييع جثمان المواطن ميلاد صقر من حما. هذا وقد أكد ذو الشهداء فخرهم واعتزازهم بشهادة أبنائهم الذين رووا بدمائهم تراب الوطن مشددين على أن سوريا قدمت الكثير من التضحيات في سبيل أمنها واستقرارها وستنتصر على جميع المؤامرات. اغتالت مجموعة إرهابية مسلحة المدرس ماجد البكور من أهالي بلدة الجانودية بمنطقة جسر الشغور في أثناء توجهه إلى دوامه في إحدى مدارس بلدة القنية. كما أقدمت مجموعة إرهابية أخرى على قتل المواطنين يحيى إسماعيل أمونة من قرية أذار وماهر علي من قرية شويكة في أثناء عودتهما من تسويق محصولهما من التفاح. أنا إسماعيل كامل أمونة من قرية أذار ابن الشهيد اللي قتلوه عصابة الغدر على طريق الجنودي جاي للكاميرا أكد لأنه هالشيء مشان ما يقولوا قتلته الجيش أو قتلته المخابرات أو قتلته عصابة الغدر هو وجارنا ماهر زيني الله يرحمه تم قتله هني جايين من حلب بايعين تفاح وابني عم بيحاسب في إنه وصولي وجايين وصلوا قطع الجنودي بكيلومتر نزلوا عصابة الغدر حطوهم وقوسوهم رشوهم ومشوهينهم
منزلينهم ومصورينهم لحتى يعرضوهم على الجزيره وغير الجزيره، ويقولوا انه الجيش اللي قتلهم او الامن. فنحن جينا ناكد للعالم كله انه ابننا اللي قتلوه عصابه الارهابيه. انا اختار الشهيد يحيى امونه. احكي لنا مين اللي قتل اخوك؟ كيف قتلوا؟ مجموعه سلح قتلوا. لم نجد اي طلقه مستقره في الجثث. لم نجد اي طلقات حربيه في الجثث. وجدنا اثار لطلق ناري بحبات الخردق في الجثتين. أجسام متعددة الأشكال والأقطار. في إحدى الجثث كان في الكتف الأيمن آثار لجسم معدني مستدير الشكل، ويجاوره عدة حبات خردق أيضا ناتجة عن طلق بومبكشن وليس طلقة واحدة. أما جديدنا فهو شهادة ممن اعتدي عليهم. صار يقولوا انه بيجي الجيش يقتل وينهب ويغتصب البنات. هون ضل بيجي على الجمعة هالحالة هاي، يعني تخريب وتعذيب وخوف. ولا بنحملنا حالنا ورحنا خبت الجوز لهونيك. احنا بنكون نتفاجئ بمسلحين ارهابي كلها سلاح كلها هاي. ضلينا لتاني يوم الصبح بعتولنا باصين من تركيا حملونا اخذونا على المخيم التركي. نتفاجئ بأوسخ واحد في الجسر، يعني نحن كنا نسمع عنه وسخ هو. قام صار يعني يهددنا انه يا بتسلمي حالك يا بدنا نعمل هيك وهيك. كان عندي بنت عمرها 13 سنه، صار يهددني فيها، وبنت صغيره عمرها 3 سنين كمان صار يهددني فيها. ثاني يوم كمان هالحاله هاي كمان اغتصبني، وبعدين قال زبد روح على سوريا. وبلاحظ انه مصورني على الجهاز واحد وراه على الخلاوي عم بيصور. كمان بتفاجئ انه صحي كمان على مخيم رحنا لهونيك ولقيته في مخيم تركي. فتنا اتراك ثلاثه كمان، فات شو حكى ما فهمنا عليه اتراك هني، بس هو فهم عليهم. عطوه مصاري، ما مصاري سوريه، اخذوني على فندق انطاكي ما شو اسمه هذا. لهونيك قضينا ليله كمان كمان غصب عني اغتصبوني. وجيت اول يوم تعاملوا كويس، بس كم بعد شو يومين ثلاثه صاروا يغتصبوا النساء. قالوا لنا بس نزلتوا على سوريا رح ننشر الصور كلها ورح تشوفها التلفزيونات. هون نحن خفنا، شو ما هي شو ما ياخذونا الرماعي. صاروا يشربونا حبوب، طولنا عدونا على المعدة مشان الالتهابات. متسلحين باعونا الأتراك بعد ما هن اغتصبونا. كون ما قررنا نرجع على البلد يهددونا بالصور. مسلحين اغتصبونا أخذونا معهم على المخيم. بعدين بتاني نهار فرجوني ان الصور، اذا ما بترجعي تروحي معنا رح ننشر صورك بالجسر ورح نخلي كل الناس يشوفوها. هناك في كم واحد كانوا من المسلحين، واحد اسمه سامر، واحد اسمه فهد، واحد صار كثيره كانوا يبيعونا للتراك هناك ياخذوا علينا مصاري. اعطونا حبوب، اعطوها حبوب انا لبناتي ولجارتي اعطوها، واغتصبوا البنات غصب عني، وهددونا عملوا لنا صور ونشروا. قالوا يا منشر صور يعني يا أفضل التركية. هل يكفي هذا الألم ليبرهن على دناءة المؤامرة والمتآمرين؟ تشيع جثامين ثلاثة شهداء من الجيش والشرطة إلى مثاويهم الأخيرة من مشفيي تشرين وحمص العسكريين ومشفى الشرطة بدمشق. وقال موفدو الدنيا إنه وبأكاليل الورد والغار وعلى وقع موسيقى لحني الشهيد ووداعه شيعت جثامين الشهداء، وهم المجند أحمد عبد المنعم الدنيفة من درعا، المجند أحمد علي عثمان قطيمش من ريف دمشق، الشرطي محمد علوش من اللاذقية. وذلك بعد أن قضوا برصاص المجموعات الإرهابية المسلحة في حماة وحمص ودمشق. زغردي بفرحة بالعلم لفوني. وعاد إلى قريته محمولا على أكتاف من ضحى لأجلهم. عاد شهيدا بعد 6 أشهر تغيب فيها عن أسرته، منشغلا بواجبه تجاه وطنه الذي فداه بدمه.
هالشهداء هن القافلة هالشهداء كلها، هاي هي الطريق اللي رح يعبنا لفوق. وطبعا أكيد المؤامرة فشلت والفضائيات الموردة بكل الفتنة تبع فشلت، وإن شاء الله سوريا كل ما على أحسن. الشهيد العميد المظلي الركن عدنان زيدان ديب، وبعد 15 يوما قضاها جريحا في مشفى تشرين، استشهد مساء السبت في 11 من أيلول متأثرا بجراحه التي أصابته في كمين غادر نصب له مع رفاقه في منطقة الرستن. فكان موعده مع الشهادة التي لطالما تمناها افتداء لوطنه. كل شهداء سوريا الله يرحمهم كلياتهم ويجعل مسواهم الجنة ورب تراب هالوطن بدمون. سوريا صامدة، أن سوريا لا تنحني لأمثال هؤلاء الخونة، لأمثال هؤلاء الغدارين، وستبقى سوريا صامدة، ونقول كلنا شهداء لهذا الوطن. عزيزة عبارات الأهل، وكم كانت غالية حسرات من أحب الشهيد، لكنه الوطن يستحق منا الأغلى، فرخصت الروح لأجله. تكريم الشهداء وتشيعهم إلى مثاويهم الأخيرة بات لدى السوريين عادة، لكنهم كانوا وسيبقوا شعبا أبيا يعشق الشهادة. من قرية كفر بيل في قضاء جبلة، لأخبار الدنيا ليندا المرقبي. استشهد عنصر من قوات حفظ النظام وأصيب آخر بجروح في كمين نصبته مجموعة إرهابية مسلحة لسيارة خدمة عند مدخل مدينة خان شيخون. وقال مصدر في قيادة شرطة إدلب لمراسل سانا إن المجموعة الإرهابية استهدفت سيارة مخصصة لنقل الطعام، حيث رصدتها عقب عودتها من قرية الهبيط التابعة لمنطقة خان شيخون، وقامت بإطلاق النار على العناصر وإحراق السيارة بشكل كامل. وذكر مراسل سانا أن العنصر الجريح استشهد عقب قيام المسلحين بملاحقته إلى أحد بيوت المنطقة وإطلاق النار عليه، موضحا أن المجموعة أطلقت النار أثناء فرارها عشوائيا ما أدى إلى جرح كل من المدنيين ليندا أبو عماش وزياد طعان. وفي حمص أفاد مراسل سانا نقلا عن مصدر في قيادة شرطة المحافظة أن 5 عناصر من قوات حفظ النظام أصيبوا بجروح إثر تعرضهم لكمين من قبل مجموعة إرهابية مسلحة قبل ظهر اليوم قرب قرية الضبعة شمال منطقة القصير بحمص. وأوضح المصدر أن المسلحين أطلقوا النار على عناصر حفظ النظام ما أدى إلى إصابتهم بجروح متوسطة، حيث أسعفوا لتلقي العلاج اللازم. المجموعات الإرهابية المسلحة في إدلب تختطف المساعد أول صلاح الدين كل عمر أثناء تأديته الصلاة في أحد المساجد، وتعتدي عليه بالضرب وتجبره على الإدلاء بتصريحات كاذبة لإرسالها لمحطات الفتنة والتحريض. أنا المساعد أول صلاح الدين كل عمر من عنصر أمن وعناصر أمن من فرق إدلب. رحت على الجامع أصلي في جامع الشيخ خليل، وبعد ما صليت بجامع الشيخ خليل طلعت تظاهرة. بعد ما خلصت الصلاة طلعنا ولا أحد الأشخاص لحقوني، تقريبا شي 2 أشخاص طلبوا هويتي، أعطيتهم هوية سواقة ما رضوا، بدهم هوية اسمه الهوية المدنية هوية العادية، ما معي قلت لهم، قاومتهم كذا حاصروني مسكوا أخذوا الجزداني من جيبي وشافوا الهويات إنه، وصاروا يصيحوا بالحارة إنه مسكنا أحد عناصر الأمن. بعدين طمشوا لي عيوني وربطوا لي إيدي وطلعوني على الموتور، أخذوني على مزرعة برات إدلب تقريبا، ضليت في المنطقة صاروا يضربوني وقولوا لي، حتى صوروني إنه اعترف انه قول بالتصوير اثناء التصوير بعد ما ضربوني انه اخذت الامر اطلاق النار من رئيس الفرع الامن العسكري، وانا قلت هالشيء يعني تفاديا لوضع الشغله. وبعدين تركوني في محل 2 ساعة، وبعد 2 ساعة اخذوني قالوا قالوا لنا ناخذك على الجبل، جماعه الجبل بيجوا ياخذوك، وكانوا مسلحين طبعا، في واحد منهم كان مسدس 8.5 وفي معهم سكاكين ومعهم عصي ومعهم يعني مختلف انواع الاسلحه.